ولهذا نحن نقول أن لا يجوز اليوم لأي مسلم أن يسافر إلى بلاد الغرب ولو في سبيل ما يسمونه اليوم بالعلم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون محصنا، فلسفة في التعبير لكنها لطيفة، أن يكون محصنا من الأخلاق الإسلامية. أما محصنا فمعروف هذا تعبير شرعي، أن يكون متزوجا وبذلك يحفظ نفسه من أن يتسرب إليه شيء من فساد ذلك المجتمع الذي اضطر للذهاب إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه، وبشرط أن يكون هذا العلم في نظر الإسلام مقبولا مشروعا جائزا على الأقل. إذا نحن نقول اليوم لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة، لأن هذه غير المسلمة ليست تدخل جوا إسلاميا تنطبق بأخلاقه، لأن نفس الجو هذا ليس إسلاميا، لأننا نشوف نحن نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات ما عم نستطيع نربيهم تربية إسلامية إلا ما قل وندر جدا والنادر لا حكم له كما يقال. فكيف ندخل إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا فضلا عن عاداتنا؟ لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للتفقه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، فإنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.